هذه الفكرة. طيب، في هناك أيضا ما يتعلق بما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والمغردين على هذه المواقع حول رأيهم في هذه القضية. دعونا نتابع أيضا ماذا قال المغردون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في ما يلي. يعني معنا على تويتر عبد الستار يقول: عاوزين تمنعوا النقاب بحجة أنه بيستغل في أعمال إجرامية، طب امنعوا اللبس الميري الأول عشان بيستغل برضو في أعمال إرهابية وتفجيرية وهجوم على الكمائن، هاشتاج مصر لن تحظر النقاب. أيضا مصطفى محمود عبد العزيز يقول: من الآخر مصر لن تحظر النقاب، امنعوا كمان زي الشرطة وزي القساوسة والرهبان، فكم من جرائم ترتكب بسببهم. طبعا النائبة المحترمة لا تجرؤ على الحديث في هذا الموضوع، طبعا يقصد النائبة صاحبة مشروع القانون، ويورد في تغريدته خبرا لسائق يتنكر في زي قسيس لسرقة مواطن قبطي بالساحل، وأيضا كومبارس يرتدي ملابس شرطة وينصب على المواطنين. أيضا معنا سعيد علواني على تويتر يقول: سؤال بجد، هو ليه من حق ناس تطالب أن ناس تقلع الحجاب، في حين أن لو ناس طلبت من ناس مش لابسة تتحشم هتقول لك خليك في حالك، دي حرية شخصية. أيضا معنا أبو اسماعيل يقول: مصر لن تحظر النقاب إذا كان السيسي يسمح لليهود بحرية العبادة ولا يسمح للمسلمين بحرية المعتقد في بلد تعداده أكثر من 95% مسلم، فأي إسلام تدعي. آخر التويتات معنا الآن: نسبة المنتقبات، أحمد سعيد يقول: نسبة المنتقبات في مصر مش قليلة، عشان قانون زي منع النقاب يتنفذ بسهولة أو يتنفذ أصلا. عموما هم لما يحبوا يغطوا على حاجة يقوموا مطلعين حوار زي ده يلهوا فيه الناس، الستر يحميه الله. طيب، كانت هذه ربما أبرز التعليقات التي وردت لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي إذن مناسبات عديدة، آخرها كان في أو أحدثها في منتدى الشباب المنعقد في شرم الشيخ، طالب خلالها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بضرورة تجديد وتصويب، على حد تعبيره، الخطاب الديني، واعتبر التصويب أو التجديد مسألة حياة أو موت. وبعث السيسي برسائل خلال المنتدى مفادها أن الدستور الحالي يعيقه عن تنفيذ طموحاته وتطلعاته، فسارع أعضاء برلمان بالسعي إلى تعديل دستورهم أو التلويح بإلغاء مادة الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع. إذن مشاهدينا، في المحور الثاني من قصة اليوم نناقش معكم الأسباب والدوافع الخفية من مطالبات السيسي المتكررة بتجديد الخطاب الديني، وأجدد معكم الترحيب هنا بضيوفي الدكتور عطية عدلان والشيخ عبد العزيز رجب. وأعود إليك شيخ عبد العزيز، ما الذي يريده تحديدا عبد الفتاح السيسي هنا في تقديرك مما يسميه تصويب أو تجديد الخطاب الديني؟ وهل بالفعل التراث الإسلامي المتواجد بين أيدي المسلمين اليوم هو بحاجة إلى إعادة نظر أم لا؟ في الحقيقة يعني عندما نفصل شخصية هذا المعتوه الذي يسمى بالسيسي وحالة الدكتاتورية التي يعيشها، هو بتدريج سيصل إلى مرحلة فرعون والعياذ بالله: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هو في الحقيقة يريد أن يصل من تعديل الدستور، وإن كان يريد يعني تعديل المواد التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي الأساس الأول لهذه الأمة في الشريعة في التشريع، لكنه يصل يريد من هذا أن تجدد له مرات ومرات، يبدأها من هذا المنطلق ثم يجدد له حتى ينتهك ولايته ويجدد له في ولاية رئاسية ثالثة. هذا من ناحية. أما من ناحية أدق، فهي يريد أن يرضي يعني أسياده في الغرب من الصهاينة، سواء كانوا الصهاينة الإسرائيليون أو الصهاينة الأمريكيون أو حتى صهاينة العرب كابن زايد وابن سلمان وغيرهم. يقول: أنا هنا أفعل، أقدم لكم كما يقولون بالمثل، أنا أحرق لكم الأرض وما عليكم أنتم إلا أن تجنوا الزرع بعد ذلك وتضيوني، ويكون عندكم نموذج لهذه البلطجة، لن نقول بلطجة السياسية بل حتى البلطجة في أمور الدين، ويتخذ شعار تجديد. ونحن مع التجديد، لكن تجديد ليس في الثوابت، ليس في أصول الدين. التجديد يكون في طرح الدين، في أساليب الدعوة، في تجديد في أفكار جديدة، في فتاوى مستجدات
لأنه كما يقولون أن النصوص تتناهى والأحداث لا تتناهى، هذه الأمور تحتاج إلى تجديد وإلى فتاوى جديدة، نحن معهم في هذا الأمر. أما أن يخرج معتوم معته في الأسبوع الماضي ويطالب الأزهر بأن يصحح البخاري، واليوم هو يريد أن باسم تجديد الإسلام أن يرفع الشريعة الإسلامية من أن تكون مصدر رئيسي للتشريع في شعب يعني غالبيته يعتنق الإسلام، وعلى مدار 1400 عام لم يظهر مثل هذه الكلمات ومثل هذا الأسلوب. نقول له كفى إثما عند هذا الحد، فإن شاء الله يعني غدا لننظر إلى قريب. لكن الثوابت، حتى الثوابت في الخطاب الديني، البعض يقول بأنه لكل مقام مقال ولكل زمان خطاب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر عنه أنه قال حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني الحديث هنا حول بعض الثوابت في الدين، البعض يقول بأنه يحتاج إلى مراعاة حال المخاطب، كيف هنا أن يكون الداعية على وعي بطبيعة المضامين التي يقدمها للمخاطبين، ولا يخرج لكي يقول بأن الثوابت هي الثوابت وعلينا أن نتحدث فيها ليل نهار وبدون ترتيب؟ عندما يفسح المجال للدعاة الحقيقيون الذين يعني الغالبية منهم الآن خلف السجون أو إما مطاردون أو إما يعني مكممون الأبواب، عند ذلك سترى بعينك وسيرى الشعب هؤلاء الذين نزلوا في الميادين وكانوا سبب الرئيسي في نجاح الثورة 25 يناير، وكانوا سبب الرئيسي حتى في الأزهر الشريف في كل الثورات ثورة 19 وما بعدها وما قبلها، كانت كل هذه الثورات تخرج من الأزهر لأنه لم يكن الأزهر في هذا الوقت مكمم الأفواه لدعاته ولا علمائه. أما الآن عندما ينصب أحمد الطيب الذي كان عضو لجنة السياسات أبو حسن مبارك شيخ الأزهر، وعندما ينصب مختار جمعة الذي كان هو يعني أحد رجال أمن الدولة في الجمعية الشرعية هو وزير الأوقاف، وعندما ينصب شوقي علام هذا الذي لا نعرف له نسبا ولا أصلا من الناحية العلمية الرصينة وليس من النسب الآباء والأمهات، مفتي للديار المصرية، وعندما تفتح الساحة لعطية دكتور عطية أستاذ اللغة العربية مبروك عطية ونعم وسعد الهلالي وغيرهم من هؤلاء الفسدة، فلن تجد التجديد بل سيسمح المجال أكثر لهؤلاء كعبد ماهر وغيرهم والشيخ ميزو ومن على شاكلتهم أن يتكلموا باسم الدين وأن يقولوا أن هذا هو الإسلام الحقيقي وهذا هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فالمجال الحقيقي عندما نريد أن نرى التجديد الحقيقي نقول لهم ارفعوا أيديكم، ارفعوا وأتيحوا الحرية للعلماء والدعاة الحقيقيون، اخرجوهم من غياهب السجون، ردوا هؤلاء المطاردين من بلادهم وأطيانهم، هؤلاء الذين يعيشون الآن وحتى العلماء الأصليون في مصر الآن ارفعوا عنهم قيود الكبت. نعم. واطلقوا لهم حرية وسترون منهم العجب العجاب في تجديد الفكر الإسلامي والأخذ بيد الناس إلى الحق. ابقى مع شيخ عبد العزيز.